محمد يقول أنا يعرض قريبي في موقع للحراج والإعلان عن سلع، فأقوم أنا وأخي بالدخول إلى هذا الموقع والمزاودة في قيمة هذه السلعة حتى يحصل أو يتصل إلى السعر الذي يرغبها قريبي، هل عملنا هذا صحيح دون رغبتنا في الشراء؟ أعوذ بالله، هذا نجش بإجماع المسلمين، لا أعرف في خلاف الحقيقة. وهو الإنسان يدخل ويزايد في السلعة وهو لا يريد الشراء، وهو لا يريد الشراء مهما كانت نيته حسنة. الناس يعتبرون السوق، حتى لو كنت والله هذه السلعة تسوى، بعض الناس يتأول ويلعب على نفسه يقول السلعة تسوى، ما وصلت إلى هذا الحد خلني أرفع. يا أخي السوق عرض وطلب، والعرض والطلب يختلف أحيانا بالدقيقة، أحيانا بعض صحيح. الأسهم تخصف وتزيد وتنقص في الدقيقة الواحدة. وكذلك بعض أنواع السلع لو يتسامع للسوق، إن حدث مشكلة معينة في شيء نزلت نزول فاحش أو ارتفعت ارتفاع فاحش، فلا تتأول لنفسك ولصاحبك تقول تسوى السلعة ثم ترفعها إلى الحد اللي تراه أنها تسوى، لأجل تمررها على إنسان ويشتريها. الناس تشتري بسعر السوق، والسوق الحقيقة هو القانون العادل والنظام العادل بين البائع والمشتري. هذا من النجش المحرم وهو من كبائر الذنوب، فعليهم التوبة والاستغفار مما فعلوا وأن لا يعودوا إلى ذلك الفعل، والله أعلم.